حياتي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. أغلبنا صرنا بنعرف شو يعني الصور النمطية يلي بتتعلق بالنوع الاجتماعي، يعني هذا التصور المعمم على المرأة والرجل بممارسات الحياة اليومية. ورغم كثرة المحاولات الاجتماعية والإعلامية لتغيير هاي الصور، بس لسه في كتير جوانب منها مسيطرة علينا وعلى المجتمع. يمكن نتساءل إنه ليش بدنا نغير هاي الصورة؟ يعني وإذا ظلت الفكرة السائدة عن المرأة إنها ست البيت يلي بتطبخ وبتنفخ، وعن الرجل إنه هو حمال الأسية وهموم مصاريف البيت والشغل برا. اللي بدي إلكن ياه اليوم إنه تغيير هاي الصورة ضروري جداً، لأنه وجودها وفرضها على الرجل والمرأة بيحرم من كتير فرص للتطور الفردي والخلاق. قديش هاي الصور سلبية أو إيجابية؟ هاد بيعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة هاي الصور، ويلي بتحدد خصائص كل نوع وبتحطه بقالب هاي الخصائص. رح أحكي بشكل مختصر عن بعض الآثار السلبية اللي بتتركها مثل هاي الصور النمطية على الأشخاص، وخاصة على الفتيات والنساء، ورح تعرفوا من خلال آثارها ضرورة إنه نشتغل على تغييرها. غالباً بيخضعوا الأفراد بالمجتمع للصور النمطية السائدة ليتكيفوا مع المحيط. هذا الخضوع بيتم بطريقتين. أول شيء الانطباع الإيجابي، يعني لحتى يقدر الإنسان يعيش بالمجتمع فلازم يكون مقبول من أفراد جماعته ومن مجتمعه. مشان هيك كل فرد شو ما كان نوعه الاجتماعي، امرأة أو رجل، بيحاول إنه يتبنى السلوك أو التصرف اللي بيكون مقبول من وجهة نظر المجتمع، وبغض النظر عن مدى صحته أو خطأه. مثلاً الفتيات بيميلوا غالباً لإظهار صفات الخجل والهدوء والطاعة لأنها من الخصائص المحببة والمقبولة بالمجتمع، حتى لو ما كانت هاي الصفات من شخصيتهم، وهيك بيكونوا عم يخفوا الشخصية الحقيقية ويصنعوا شخصية تانية ما بتشبههم. رح إلكن شي عملي أكتر. ممكن تتأثر الفتيات بصورة نمطية سلبية بتأثر بشكل مباشر على قدراتهم، مثل الصور الشائعة بأنه المجال العلمي والهندسة ما لها من المجالات المناسبة للفتيات، وممكن الفتيات يصدقوا هاي المقولة ويشتغلوا على تطبيقها حتى لو كانت عندهم ميول واهتمامات علمية ممكن ينجحوا ويبدعوا فيها. وبالعكس أحياناً المجتمع ما بيقبل إنه الشاب يشتغل بمجالات مثل الطبخ مثلاً، وهي الصورة بتكبت ميول ومواهب شباب بيحبوا هاي المهنة ممكن إذا اشتغلوا فيها يبدعوا. الشيء الثاني هو التحقيق الذاتي للصورة النمطية، يعني لما الشخص ببلش يطبق الصور النمطية ويستجيب لها، معنى هذا الشيء إنه هالشخص صار مؤمن بهاي الصورة وعم يتبناها وعم يسعى بكل جهده لتطبيقها، يعني بتصير كأنها النموذج الإيجابي المشترك لسلوك الفرد، مثل إنه الشاب سواء كان صغير أو كبير لازم يكون قوي وعنيف وما يبكي. أو الفكرة السائدة عن القدرات المحدودة للفتيات بالرياضيات، واللي بتخليهم يبطلوا يبذلوا مجهود بهاي المادة لأنه بيقتنعوا بمحدودية قدرتهم بهذا المجال، ويلي ما بتتقارن بقدرة الصبيان. من هاي النقاط مندرك قديش الصور النمطية بتقدر تحدد قدراتنا وتكبت ميولنا ومواهبنا، مشان هيك من الضروري إنه نغيرها. والتغيير ببلش من عنا نحن كأشخاص بالدرجة الأولى، بإنه نشتغل على تحقيق أنفسنا ونعمل الشيء اللي نحن منشوف حالنا فيه ومنحس إنه رح نكون ناجحين فيه، بغض النظر إذا كانت هاي الصورة مقبولة أو لا طالما نحن شايفينها صحيحة. والدور الثاني بيجي على القادة من المعلمين وإداريين ومدربين وغيرهم، يلي بيقدروا يزرعوا الوعي على ضرورة الإيمان بالذات وتحقيقها على حساب الصورة النمطية. أما الدور الثالث فهو مسؤولية الأعلام والأشخاص اللي بيقدروا يوصلوا صوتهم أنه يكونوا حريصين على عدم تقديم أي نوع اجتماعي ضمن القالب المتعارف عليه. ضلوا بخير. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمك.